من هي السيدة صفية عليها السلام؟ السيدة فاطمة الملقبة بالسيدة صفية ابنة الإمام الحسين عليه السلام كانت من سبايا الطف، واستشهدت هذه السيدة من ظلم بني أمية وكان عمرها 15 سنة، وهي ابنة الرباب شقيقة عبد الله الرضيع، شبيهة بسيدة ومولاة السيدة زينب عليها السلام. رأت سيدة موالية في المنام السيدة صفية تعاتب شيعة جدها وتقول: لماذا لا تذكروني فأنا بنت الحسين؟ أنا باب من أبواب الله عز وجل، اقصدوني وأخبروا الناس عني، أنا مظلومة. اسم البلدة يعود لصاحبة المقام السيدة صفية، قد كتب اسمها على لوحة القبر صفية بنت الإمام الحسين عليه السلام. بعد مرور السبايا من كربلاء إلى الشام قد سلكوا طريق بعلبك، ولصعوبة الطرقات مات بعض الأطفال والنساء قبل الوصول إلى الشام، ومن بين هؤلاء كانت السيدة صفية عليها السلام. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، وشرفنا هذا المكان الشريف الطاهر. الله يتقبل يا رب. حبيبي الله يعظم اجر الاسلام.